العملية اللي هيعملها جعفر دي هيحط فيها دم قلبه، كل ثروته. لو انت نجحت تبلغنا بتفاصيلها، انا مجني الجيش هيستولى عليها مكان ما تتم. ايوه، بس اللي انت عايز نعرفه ده صعب قوي. العملية دي هتتم فجر يوم الانتخابات، دي المعلومة اللي عندي واللي انت هتأكدها لي. شفت جعفر اللي هينكديه، وضامن انه هينجح في الانتخابات وان الحكومة هتكون مشغولة في اليوم ده. في العمليات اللي زي دي الاتصال بيكون مباشر ما بين الرجل الكبير اللي هو هيكون جعفر وما بين رجالته، يعني يبلغهم التعليمات أول بأول، ولو حصلت مشكلة يتصرفوا كيف. بناء على المعلومات اللي انت هتبلغهاني وخصوصا مكان التسليم، هتحصل المفاجأة اللي هتربك رجالة جعفر وتسهل مهمتنا. خبر موت جعفر هيوصلهم وهم في نص الطريق. موت جعفر هتنفذ بطريقة بسيطة وسهلة قوي. بسيطة وسهلة كيف يعني؟ أقول لك كيف. النفس يا شفيق لما تبيعني انا واهلك وناسك تبيعني بثمن يستاهل، مش بواحده ما تسواش. انا عمري ما فكرت ابيعكم يا ابوي، انا كنت هرجع في الوقت المناسب واحكي لك على كل حاجه. انت ما رجعتش غير لما ضاعت منك وما لقيتهاش قدامك. انا غلطان، مستعد استحمل كل اللي هيجرالي، بس هي ما تستحملش. دي بنت غلبانه ما ذنبهاش حاجه، انا عملت كل اللي عملته ده في لحظه جنان، ما حسبتش اي حاجه. زين قوي انك معترف بغلطتك، اللي ما صلحهاش غير حاجه واحده بس، ورق الطلاق تبعتها لحبيبه القلب. بعدها ممكن افكر اسامحك ولا لا. ايوه اطلقها كيف يا ابوي؟ بقول لك هنادي مخطوفه طلعت وملهاش اثر. بعت لها ورق الطلاق على عنوانها في مصر، كمان قرشين تمشي حالها بيهم. اعتر عليها في الاول يا ابوي، اشوفها وبعدين ارمي عليها يمين الطلاق. اسمع اخر حديث عندي يا واد، لو حصل واعترت على بنت المحروق ده مش هشوفها واصل. فهمني يا ابوي، دي مرتي لازم اشوفها عشان اطلقها. يبقى هوصي اللي هيدور عليها اقول له خلص عليها. لو ما عرفتش اعمل منك راجل في الكام شهر الجايين دول مالكش عازة عندي، مفهوم؟ خلاص يا ولدي نويت؟ معهد المركب قرب يا حاجة. يا طلعت طول عمرك يا ولدي ما بتحبش لبس الأفرنجي. الله يوخن قامه، بس يزوم الشغل أجانب ورحلة على مركب ينفعش معه بالجلبية. مش عايزة حاجة. طيب لو عوزتي حاجة السلام موجود.
شاوريله بس، وعم بشير كمان ما فيش حد في الدنيا يملى مكانك عندي. عايزك تدعيلي. دع عيالك يا طلعت، روح يا ولدي، ربنا يسلم طريقك. ألف سلامة. نفسك يا طلعت، مالك نفسك يا ولدي. بالسلامة. بالسلامة يا طلعت. بالسلامة يا ولدي. أنا مش عارفة إيه المناحة اللي أنتي عاملها لنا دي، كل ده علشان شهرين تلاتة؟ غصب عني حكاية السفر دي خلتني أتأكد إن مهزته في قلبي كبيرة قوي. ما أنتي كمان عزيزة عليه قوي، ده مديكي 10,000 جنيه بحالهم غير ما شاء الله دي، دي تساوي لها يجي 2,000 جنيه وأكتر. الظاهر يا شامة إن السفرية دي هتبقى وش السعد عليه. ماما بيحاول يفهمني كده بس أنا مش عارفة ليه قلبي مقبوض. أصلك وش فقر، واحدة غيرك تنزل تتفسح، تشتري كم طقم جديد، تفكي عن نفسك بالقرشين اللي سايبهم لك. لا يما، لا، العشر تلاف جنيه دول انا هحوشهم له، يمكن يحتاجهم لما يجي. ايش حالي ما كانش قايلك اصرفيهم وجيبي اللي انت عايزاه؟ الراجل عايزك تفرفشي وتعيشي يومين حلوين وهو مسافر وانت غاويه نكد. انا هسيبك واطلع اتفرج على المسلسل، اقعدي انت يا اختي امسحي في دموعك لحد ما عينيكي تدبل. خلاص يا نجوى، بقيت انت وبنتك تويتوا اسراركم مع بعض، سي طلعت مكفي بنتك ومكفيكي، وانا خلاص حلقتيلي. وانا اقدر احلق لك يا جملي؟ ما انت عارف. امال ايه، ما انتيش بتحكيلي حاجه زي الاول ليه؟ بسمع بس كده بالصدفه وانا معدي مثلا كده من قدام الاوضه بسمعكم انتوا بتتكلموا. ايه حكايه ال 10,000 جنيه وحكايه السفر دي؟ ابدا، دي فلوس مديها لها خطيبها من يجي 10 ايام، اصله مسافر النهارده. 10 ايام وانت مكتمه كده نجوى؟ اقصع، عادي حبيبتي، عادي عادي عادي. احكي لي بقى حكايه السفر ايه وال 10,000 جنيه. اشوف وشك بخير يا شوقي بيه. اوعى تنسى حاجة يا طلعت، كل التفاصيل اللي قلتها لك مهما كانت صغيرة في غاية الأهمية. طمن يا شوقي بيه، كل اللي اتفقنا عليه متسجل في شريط في دماغي، عمري ما انساه. وياك تنسى عهدي معك، قتلت جعفر قبل يوم الانتخابات. توصل للفندق وتاخد الأوضة اللي المفروض انك حاجزها لنفسك، اللي هتكون مركز لتحركاتك. فعلا يا فندم، في حجز غرفة باسم حضرتك وحيك طالب وقت طويل، يا ترى قد ايه؟ مش عارف، انا جاي في شغل يعني مبدئيا نقول شهر شهرين ممكن يزيد. ان شاء الله حيك تقضي وقت ممتع معانا، اسمح لي بالبطاقة؟ اتفضل. ممكن حضرتك هتملالي البيانات دي
استاذ سعد، استاذ سعد ممكن حضرتك بس هتملى لي البيانات دي من فضلك؟ انا استريحت شويه. الله يهمك. تمام. تشكرني يا ولد عمي. شنطتك ما هيكونش فيها حاجة غير خلاجاتك. والشنطة الصغيرة فيها اللابتوب وأوراقك الخاصة بشغل الصحافة وشوية أقلام فيهم قلم تحافظ عليه كيف عينيك، لأن الضغطة واحدة عليه ينزل نقطتين مالهمش طعم ولا ريحة، ومشروب سيادة النايب اليوم الموعود. محفظتك كمان ما يكونش فيها حاجة غير كرنيه النقابة وفلوسك وبطاقتك اللي زورناها بطريقة لا يمكن يكشفها الجن الأزرق. أول 10 أيام هنهملك تتحرك بكل حريتك، تروح إسنا والبلاد اللي حواليها، تعمل لقاءات في الشوارع ومع الأهالي، تسألهم عن رأيهم في المرشحين. استطلاع رأي يعني. طبعا ده هيهم جعفر جدا، وهنفضل بعيد عنك، ممنوع أي اتصالات بينه، واحنا كمان مش هنركبوك لضمان سلامتك وعدم ارتباكك، الا لو احتجت تتكلمني لسبب ما ينفعش يتأجل. ساعتها هتتصل على نمرة 010-10-57. نمرة سهلة ما تسجلهاش على الموبايل، تحفظها جوا دماغك. بعد ما تعدي الفترة الاولانية هتبتدي تتصل بينا بمنتهى الحرص، وعلى خطوط هنغير نمرتها كل يوم، والنمرة الجديدة هتوصلك في آخر كل مكالمة. سيادتك حريص قوي في موضوع الاتصالات دي. أيوه، التلفون المحمول كان سبب في ضياع إنسان عزيز علي. مكالمة تلفون ضيعت شغل تعبت فيه سنتين بحلهم. المهم بعد الفترة الأولانية هيظهروا رجالتنا حواليك، هتحاول تسهل لهم مهمات محددة أبلغك بيها. وبعدين في الشغلانة دي كل اللفة دي بتصب في مصلحة شوقي في الأساس. ما كانش ممكن اخلص من الحكايه دي بضربه واحده اول ما اشوف الند دي. ايوه هو ده اللي لازم اعمله. حسابي يا واد عمي. بعدين معاك يا طلعه هنعيده تاني ولا ايه؟
خليك مركز في اللي انت داخل عليه، ما تشتتش عقلك وتخليه يودي ويجيب. انت عجة وكبير ولازم توفي بالوعد. حساب يا فندم. على بركة الله. قول لي نروح اسنا كيف؟ مفيش حاجة بتودي اسنا يا فندم غير الميكروباص اللي بنفر. وده اللي جه فين؟ في الموقف يا فندم. طب يا سيدي شوف يا فندم. شكرين. اليوم اللي كنت بتمناه من زمان، ارجع البلد والف في حواريها واغطانها واشم ريح ترابها. ايه حصل يا ابوي؟ كان نفسي اول حاجه اعملها اروح على تربتك واقعد قدامها على قد ما اقدر، بس ما قدر. بعد اليوم الموعود، يوم الانتخابات هيكون اخر يوم. هات سيرتك نائم تحت يا فندم. انا حذرت قبل كده، ما انا قلت سعادتك ان التواجد الامني في الطريق ده ضعيف جدا. ايوه مهول ده اللي ده فرصة سواق العربية النقل انه يهرب في عز الظهر. طبعا يا فندم شيء خطير جدا. حاضر حاضر يا فندم، تحت امر سعادتك يا فندم. مع السلامة. معلش انا مضطر اني معاك الاجتماع دلوقتي، في حادثة خطيرة حصلت ولازم اتابعها بنفسي. احنا تقريبا قلنا كل حاجة، خطتنا ماشية زي ما هي. انا حاسس ان سعادتك هتنشغل في موضوع الحادثة وده هيأثر على ترتيبنا كله. ما احنا متفقين يا حاج ماهر ان شغلنا كضباط مباحث هو احسن غطاء يحقق لنا السريه المطلوبه. خلينا على اتصال، لو في اي جديد بلغوني بيه. السلام عليكم. انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. احنا جمعنا اوصاف العربيه من الشهود القليلين اللي شافوا الحادثه، وان شاء الله هنكثف البحث فيها. انا مش فاهم الصحافه والاعلام شموا الخبر ده ازاي. تصور ان في برنامج اتصل بيا المعد بتاعه عايز يعمل معايا مداخله على الهوا بعد ساعه واحده. ما هو مفيش حاجه بتستخبى دلوقتي يا فندم. المشكله اللي بتواجهنا بقى ان الضحايا عددهم كبير. المشكله الاهم العربيه النقل اللي اختفت، واحنا لازم نلاقيها. لو ما لقيناهاش الدنيا هتنقلب علينا واحنا مش ناقصين. لا يا فندم، هو انا اصل سايب الضباط بيعملوا كل جهدهم ان شاء الله يعني، وهنوصل. وانت يا دكتور نعمان، انا عايز من حضرتك اقصى رعايه ممكنه للمصابين. حط كل واحد في اوضه لوحده وزود الاشراف الطبي. مش بعيد مش بعيد تلاقي الصحافه والاعلام نطين عندك هنا. والله احنا هنعمل كل اللي نقدر عليه، واللي عاوز يجي يتفضل. هقول له ان دي الامكانيات اللي الحكومه بتديها لنا وبنشتغل على كدها. تابع الحالات دي بنفسك يا عصام بيه، ولو قدرنا ننقذ حياتهم يبقى عملنا حاجه كويسه في الحكايه المهببه دي. ربنا يسهل.
انت تعبان؟ حاسس بحاجة؟ انت سمعني؟ لو سمعني ما قدرش تتحدث هز لي راسك بس. باين من خرجاتك انك افندي ابن ناس. كنتش بتشتغل في السياحة في لوكسور؟ ترد علي لو سمعني. رد علي. جرى الكير يا حسني، لهو انت هتفضلي لازقه جنبي بسلامته طول الليل عاد ولا ايه؟ دكتور رشدي قال لي ما تهمليهوش، واصل يمكن يفوق في اي ساعه. يفوق كيف يا حسني؟ ده اني سمعاها عم يقول انه حالته حرجه وانه جايز يموت بين ساعه والتانيه. بعد الشر عليه، ده جدع في عز شبابه ولسه مش باعش من الدنيا. الدنيا دي غريبة بشكل. يا ترى انت واد من فلوكسر؟ تعرف انا نفسي في ايه؟ اخد مركب كبيرة من اللي بيباتوا فيها ويوصل لحد مصر. انام واصحى القى تحتين النيل، حوالينا ناس نضاف متلمعين، معايا راجل مقتدر يحبني ويخاف عليا، ياخدني من الهم اللي انا فيه، نبعده بعيد عن هنا. ولا ايه رايك نروح اسكندريه نبعده قدام البحر؟ اصلا انا عمري ما شفت البحر. العرباوي ما هوش بني ادم عادي كيف اللي بتشوفهم حواليك في الشارع. العرباوي ما هوش بني ادم عادي كيف اللي بتشوفهم حواليك في الشارع. العرباوي ما هوش بني ادم عادي كيف اللي بتشوفهم حواليك في الشارع. العرباوي ما هوش بني ادم عادي كيف اللي بتشوفهم حواليك في الشارع. او غار بقى، غار من وشنا هيعد له شهرين ثلاثه. حلو قوي، هي دي بقى فرصتك يا عمنا تنفذ اللي في دماغك وهو بعيد عن العين. شوف ولا انا عايز اقول لك حاجه، هو ممكن يكون بعيد عن العين لكن مش بعيد عن القلب، قاعد ومعشش في قلبها، عشان كل شويه الاقيها قاعده سرحانه وعماله تفتكره او عماله تجيب سيرته مع حرم المصور او راح تزور حماه المستقبل. بس هانت. وانت بس لو ترسيني يا عمين على دخلياتك، لو تفهمني انت متكتك ازاي عشان توصل لغرضك، ساعتها ممكن اقول لك الراي اللي يفيدك. انت عبيط هلا ولا ايه؟ تفيدني في ايه؟ انت دماغك دي على بعضها كده ما تجيش شعره من راس. انا متكتك بس كل حاجه في الوقت المناسب. كده برضك يا عمنا هتفضل كده مستقل بيا ومستصغرني في نظرك على طول. تزعلش انا كده وتقير مني قوي وتاخد على قطرك. بص يا مصباح، دي حاجات ما ينفعش اتكلم فيها الا في الوقت المناسب. انا حتى ما كلمتش فيها اخويا مرزوق الكبير، بس يظهر بقى ان جه الوقت اللي اتكلم فيه. ما احنا بنقول كده من الصبح يا عمنا. انا بس نفسي اعرف ايه حكايته مع شوقي زهران وايه اللي كان بيدور بينهم بالظبط. هو عطا لسه ما اتصلش بيك من ساعتها؟ حاول اتصل بيه ما بيردش، اما جرب تاني. الحالتين دول بدأوا يفوقوا، عشان كده سمحت لأهاليهم بالزيارة. طب ممكن اخد منهم كلمتين؟ انا بقول بكره الصبح يكون افضل. طب يعني يا دكتور نعتبرهم كده نجوا من الحادث ولا ايه؟ والله كل حاجه بتاعت ربنا، هي اصاباتهم عباره عن كسور وردود، بس ان شاء الله هيقوموا منها. طب المصاب الثالث اخباره ايه؟ لا، المصاب الثالث ده حالته حرجه جدا. طب ممكن اشوف؟ اه اتفضل. اتفضل. ده حالته بالظبط؟ أخطر إصابة عنده خبطة في الجمجمة دخلته في غيبوبة. تفتكر هيعدي منها؟ ممكن آه، وممكن الغيبوبة تطول معاه. عموماً هيبان في 48 ساعة اللي جايين دول. طب يا دكتور خلال 48 ساعة دول هكون معاك على التليفون، لو لقيت حالته بتتدهور حاول تنقله مستشفى الأقصر. أنا فكرت في موضوع النقل ده بس لقيته ممكن يأثر على الحالة. أنا بديله حقن قوية جداً وعندي أمل في ربنا سبحانه وتعالى إنها تفوقه من الغيبوبة. بلغته أهله؟
ده الوحيد اللي ما لقيناش معاه اي حاجه تثبت شخصيته. في ناس بلغناها، في ناس جت من غير تبليغ، لكن ده ما لقيناش معاه اي حاجه تثبت شخصيته. طيب انا عموما هكون معاك على التليفون اطمن على الحلقه اول باول، وهعد عليك بكره اخد كلمتين. وائل الحديث يا بدير. طبعا ما ينفعش نكوم البضاعه فوق بعضيها في المخازن. زين قوي يا بدير. يبقى الشهرين ثلاثه اللي جايين عايز اخلص من معظم البضاعه اللي عندينا، لان الكميات اللي هتجينا ما شفناش كدها قبل سابق. طمن يا كبير، هتحرك انا ورجاله ومش ههمد، وهعمل اتفاقات مع كل ناسنا علشان نصرف اكبر كميه من البضاعه ان شاء الله. محدش فينا يا بدير هيهمد في الايام اللي جايه، ربنا يعديها على خير. عين العقل يا غالي، اهو كده التفكير اللي قدام. على قولك محدش ضامن اللي جاي فيه ايه، وكل ما نأمن نفسينا من غدر الزمان والعندال يكون احسن. جات الخير خيرين يا ابو عمو، وانا جاهز بكل طلباتك. تسليم متى وكيف؟ في اسرع وقت، وعلشان خاطر عيونك هعمل لك اكراميه كبيره قوي يا شيخ مستجاب. في دي عاد ما صدقكش، ده انت ايدك ماسكه علينا قوي يا راجل. عليا بكل الايمان لاعمل لك احلى اكراميه. زي ما قلت لسعادتك، تحركاته بالليل رهيبه ومش مفهومه. والله يا ماهر بالنوم طريق الواحات وانا ماشي ورا احساسي. احساسي بيقول ان العيله دي فيها حاجه غريبه بتحصل. مفيش قدامنا غير اننا نمشي ورا الاحساس ده، يا نكذبه يا يطلع مظبوط. خلاص نراقبه لفتره عشان الحيره دي تخلص. انا برضو بقول كده. حاجة نعملها طوالي. يعني أنا لو طلبت حاجة تقدر تجيبها لي؟ أقدر. أيوة أنا أقدر، بس أنا مين هذا؟ أعرف أنا مين؟ أنا هشرح لك كل حاجة، بس ما تتحدثش كتير. الحمد لله إن ربنا نجاك من الحادثة. حادثة الميكروباص اللي كان جاي من لوكسور، جابوك هنا وانت يا عيني في دنيا تانية، في غيبوبة يعني. كيف مش تشفى. طب عشان خاطر ما تتحركش كتير، ما تتحركش من مطرحك، انا هبلغ الدكتور وارجع لك طوالي. خير يا حسن؟ لسه فايق حالا يا دكتور. كويس أوي، ناخد منك كلمتين. الحمد لله على السلامة. سامعني؟ أنا مقعد عصام النياوي. سامعني؟ أنا عاوزك تقول لي كل اللي أنت فاكره عن الحادثة، إزاي حصلت، ومواصفات العربية النقل اللي عملت الحادثة. حادثة. أيوة الحادثة. أنت اسمك إيه؟ اسمي مش عارف.
انا اسمي احنا اللي حولك. انت مين؟ مش فاكر حاجه خالص. احنا اصلا ما لناش معاك اي اثبات شخصيه. طب انا عاوزك ترتاح كده وتفتكر كل حاجه عن الحادثه. جعان. هاتوا له اكل يا جماعه. صحن مهلبيه بالقشطه. هاتوا له صحن مهلبيه بالقشطه. تعالته صعبه قوي. بس انا عايز اعرف انت كده مستعجل ليه يا جعفر يا اخوي؟ ما تخلي كل حاجه تاخد وقتها يا اخوي. ونستنى ليه بس يا منتصر بيه؟ بعد موافقتك العطله ملهاش لزوم. الا اذا كنت ناوي تفكر من جديد ولا ايه؟ لا منتصر بركات ما يرجعش في كلمه قالها واصل. بس يا اخوي انت عارف بعد بكره ما نلحقش يعني نعزم معازيمنا ونشتري لوازمنا. يا سيدي نعملوا حاجه على الكد ونخلي الحفله الكبيره اللي تدخله اللي ما هتتاخرش. يعني نقول بعد شهر تقريبا. ها انت يرضيك العربويه وبيت بركات يعملوا حاجه على الكد ثم تاني واخدنا على الحامي كده قوي. يا سيدي عايز افرح بشفيق قبل ما نشيل في الانتخابات. وبعدين هو جاهز مما جميعه. عنده جناح في السرايا في ظرف يومين ثلاثه هيتفرش وبقى جاهز. واحده واحده يا جعفر واحده واحده. شفيق ما تقول حاجة يا ولدي وانت قاعد ساكت كده. ولا انت دايما مستعجل برضو زي ابوك؟ يا سيدي لا انا ولا شفيق هنتكلم. احنا نسأل صاحبة الشقة. تعال يا عروس. اهلا اهلا. اللهم صل على النبي. تعال يا مريم. اللهم صل على النبي. تعالي تعالي. اهلا 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 عروستنا. قوم يا شفيق سلم على عروستك. قوم قوم يا اخوي. قوم وليه؟ عربية مش وراك من ساعة ما طلعت. طب اسمع انا ههدي سرعتي وعايزك تزود سرعتك وتعدي مني. انا هعرف حكاية العربية دي ايه. هدي سرعتك يا عابد. حاضر. والله العظيم انا في غايه الخجل والاسف. احنا متاسفين يا رهوات. فرامل فلتت. الحمد لله ربنا ستر وعرفت ارفع فرامل يدي باخر دقيقه. لا معلش الحمد لله جت سليمه. اي امر يا رهوات؟ لا خد بالك بقى وانت مروح امشي على مهلك. وبكره الصبح ان شاء الله اشوف اي ميكانيك يشوف لك الفرامل دي. ماخذنيش يا باشي. انا هكمل طوالي في ورشه فاتحه طول الليل. ربنا يستر طريقنا ويستر طريقكم. السلام عليكم. اي اوامر؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. على مهلك يا عابد وانت ماشي. ربك يستر يا بيه. على مهلكم وربنا يستر طريقكم. سياده النائب جعفر العرباوي. سياده النائب جعفر العرباوي. حالة فقدان ذاكرة واضحة. أنا بقول نبلغ السلطان عشان نكلم مسؤوليتنا عن الموضوع. هما دور على أهله. ما نقدرش نعتمد التشخيص دلوقتي.
لازم نستشير أخصائي. أنا رأيي نستنى يومين كمان قبل ما نبلغهم برأينا النهائي، لأنها ممكن تكون حالة مؤقتة بسبب الصدمة وترجع بالتدريج في اليومين الجايين. وماله نستنى كمان يومين، خصوصا ان انا مش متخصص لكن جاري كتير قوي في المرض ده. طب فكرني بكره اطلب اخصائي من مستشفى جنة. ان شاء الله يا دكتور عن اذنك. هما يهملوا الطرق السريعه تضرب تقلب، واحنا اللي نشيل المسؤوليه في الاخر. مش استغنى عنه ابدا، بس قلت اجيبه لك عشان يسليك. شكرا يا تعال تعال ارتاح. انا ما بلاش تقوم من السرير تاني، دكتور قال ان الحركة الكتير فيها خطر علشانك. جميل. اسمي حسنة وانت اسمك ايه؟ مش عارف. قوليلي وانت طيبة كده مع الناس كلها؟ لا مش كلهم. تسأل ليه؟ انت منين؟ قصدي بلدك هي. أنا من هنا من البلد، من إسنا. جوزة؟ لا عايشة في بيت أبويا، راجل طيب وطلبش من يتجوزني غير إنه يكون شاريني بس. شكلك بيقول إنك من الأقصر. مش عارف. أنا بروح الأقصر في الأجازات، لما تخف وأقوم بالسلامة هشوفك هناك. هناك وابوك واخواتك يقولوا ايه لو شافونا؟ عندك حق، انا ليا اخ صعب قوي، مره تاخرت عن ميعاد رجوعي حدفني بكوبايه المي. شايف الجرح ده؟ شكلك جعان، راح اجيب لك حاجه تاكلها.